يا شباب. غادي نخليكم دابا مع واحد الرياضه هي جديده نوعا ما في المغرب. تريكس هي رياضه كتجمع ما بين البريك دانس الباركور والجيمناستيك. ومعنا اليوم واحد الجروب من مدينه القنيطره باش يزيدوا يعرفونا على هذه الرياضه. كنقدموا لكم تيم كوستس. السلام عليكم، معكم لا تيم غوست من مدينه القنيطره، ومعنا دي مومبر من سالي وطنجي. هنا كنبراتيكيو واحد سبور سميه ديال التريكس، اجيو تكتشفوا معنا هذا السبور. تريكس هو رياضة كتجمع ما بين الجيمناستيك وفنون الحرب. بالنسبة لفنون الحرب فيها بزاف، فيها الوشو، تايكواندو، كابويرا وإلى آخره. أما بالجيمناستيك كاين لاكروباسي، ماشي الجيمناستيك اللي كيتلعب في القاعات ديال البطولات، يعني داكشي إكستريم. وكاين البريك دانس وشوية الباركور. تريكس بان في المغرب 2004-2005، اكتشفنا التريكس عن طريق الانترنت. من بعد حاولنا نجتمعوا كجروب لا تيم غوست اللي كتكون من عدة أشخاص اللي كيختلفوا في الستيل وحتى في الرياضات. شاركنا في عدة مهرجانات وأفلام قصيرة، مهرجانات دولية ومحلية. شاركنا في القراصنة 2008 و2010، وشاركنا في الأرابس جود تالنت 2010. ونتمنى أنكم تشاهدوا هذه الرياضة وتحبوها. الطريقه كيفاش كيتلعب التريكس. التريكس يعني هو واحد الرياضه اللي كيلعب فيها الواحد ضد الاخر، يعني 1 فيرسس 1 ولا تيم فيرسس تيم. وكيفاش طريقه التحكيم ديالو، يعني كيكونوا دي جوري اللي خاصهم يكونوا بروفيسيونال في السبور باش يحكموا ما بين الموفمون اللي تيدير هذا والموفمون اللي كيدير الاخر اللي ضده. انتم شفتوا الرياضه ديالنا وشفتوا الجروب ديالنا تيم غوست، وكنتمنوا تزوروا الباج اوفيسيال ديالنا فيسبوك، وكنتمنوا نتلاقاو بكم في مهرجانات و دي سبيكتاكل اخرين ان شاء الله، وتزوروا هذه الرياضه الا عجباتكم.